بالفازلين واوراق الغار هتخلي المنطقة الحساسة بيضة زي القشطة. الوصفة دي يا بنات للعرايس، ودي هديتي لكل عروسة بتحلم بمنطقة حساسة بيضة جدا وريحتها زي الفل وما فيهاش ولا روائح كريهة، معطرة جدا ما بين الفخذين ابيض زي القشطة، جسمك كله مش بس المنطقة الحساسة تحت الابطين ابيض وناعم وما فيهوش اي اسمرار وكمان ما فيهوش اي ريحه عرق تماما. جسمك هيكون ابيض زي القشطه، نعومه لا مثيل لها، رائحه نفاذه وجميله جدا 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 ومعطره من المنطقه الحساسه ومن جسمك كله. حتى لو السواد بقاله سنين، سواد 20 سنه هيتشال، حتى لو عندك بقع بقالها فتره وعندك كلف وعندك مشاكل كتير، كل ده هيتشال. تابعي معايا الوصفه عشان الوصفه دي جامده جامده جامده، وحكايه حكايه حكايه. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي، ولازم شير ولايك كتير يا بنات، شجعوني. يلا بينا على الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، والنهاردة ان شاء الله جايبة لكم وصفة حكاية، وصفة تحفة يا بنات. يا رب يا رب كده ان شاء الله مفيش حد فيكم يفوتوا الفيديو ده، لانه فيديو جميل جدا جدا جدا. الوصفة بتاعتي لتفتيح اي مكان غامق في وجهك وفي جسمك كله، اي مكان غامق وبالذات المناطق الحساسة، لانها بتكون اكتر الاماكن بتكون فيها غمقان وتحت الابطين ورائحة العرق، ومفيش رائحة عرق، في تعطير رهيب للجسم، في نعومة خطيرة للجسم، في تفتيح ما حصلش للجسم مهما كان السواد. اهم حاجه زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت، اوعي تستخدمي اي وصفه تفتيح وانت عندك التهابات او حبوب. اسفه يا بنات، لو انت عندك حبايه واحده كده في المنطقه الحساسه هتعمل معاكي نتيجه عكسيه، ما تستخدميش لا كريمات ولا اي حاجه غير لما تعالجي اي التهاب في المنطقه الحساسه، لان الالتهابات المستمره هي اللي بتسود المكان. وكمان لما بتحطي وصفات تفتيح بتعمل معاكي نتيجه عكسيه بسبب ان انت بيكون عندك التهابات. تمام، قبل ما ابدا وصفتي يلا اشتركوا، لو مش مشتركين اضغطوا على زر الاشتراك الاحمر، فعلوا الجرس هيوصل لكم ان شاء الله مني كل جديد، واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايبي معايا هنا زي ما انتم شايفين طبق، تمام، وهنبدا ان احنا اهم حاجه ان احنا زي ما قلت ما يكونش فيه اي التهابات عندك خالص او اي حاجه بتسبب الالتهابات، تمام. وهنبدا ان احنا الاول نجيب بالشكل ده نص معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهنجيب نص ليمونه. والصنفره دي مهمه جدا جدا قبل وصفه التفتيح، لان ديت بتزيل الاوساخ، بتفتح المسام، بتنظف البشره او بتنظف الاماكن من الاعماق، فبالتالي الوصفه اللي احنا هنحطها او الكريم اللي احنا هنعمله هيجيب معاكي نتيجه. دي هنعملها يوم واحد بس في الاسبوع، ولازم تستمري عليها علشان تجددي الدوره الدمويه وتنظفي المكان كويس جدا. دي اتعودي ان انت تعمليها يوم واحد في الاسبوع. هنبدا ناخد من النشا وهنبدا نفرق كويس جدا جدا تحت الابطين ما بين الفخذين، العانه، جسمك كله، اي مكان، وجهك كمان تنفع، اي مكان فيه اسمرار. وهنبدا ندعكه وهنبدا نعمل الخطوه ديت 5 دقائق فقط، تمام. تمام، بعد ال5 دقائق هنبدا نغسل المكان كويس قوي، تمام. يلا دلوقتي بقى نبدا مع بعض نعمل الوصفه الجباره اللي هتغنيكي عن الكريمات التفتيح وعن اي وصفات تانية. المكونات اللي معايا النهارده وزي ما قلت في اول الفيديو هو الفازلين واوراق الغار. اوراق الغار يا بنات فظيع في التفتيح، رهيب رهيب للتفتيح. هنجيب ورق الغار وريحته تحفه كمان، وهنجيب فازلين، تمام. ورق الغار بتاعنا هنبدا ان احنا، او اللوري هنبدا ان احنا نجيبه، وهنبدا ان احنا هناخد الكم ده يعني زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ان احنا نطحنه في المطحنه، وهيبقى باودر بالشكل ده. والله يا بنات انا بمجرد ما طحنته ريحته تحفه
يعني ريحته تجنن بجد. تمام، ده مقدار قد ايه يا مايا؟ مقدار معلش في كام ورقة كده، ثواني، ده مقدار معلقة كبيرة. تمام، معلقة كبيرة من اوراق الغار المطحونة. تمام، بالشكل ده. تمام، هنبدأ ننزل عليهم بايه؟ باول مكون وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون ممتاز يا بنات، هنجيب هي معلقة واحدة بس من زيت الزيتون على اوراق الغار بتاعتي بالشكل ده. تمام، واي زيت مرطب ينفع، يعني لو عندك زيت جونسون ينفع جدا. تمام، وهنبدأ ننزل بتاني مكون معايا وهو معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، وهنبدأ ننزل بالشكل ده وهنقلبهم اهو. قلبناهم مع بعض بالشكل ده وهننزل بيه اهو بمعلقة كبيرة من النشا من الفازلين. وطبعا لو انتي مش عايزة فازلين او مش متوفر عندك يبقى اي كريم مرطب، بس طبعا الفازلين في التفتيح جبار يا بنات، وفي النعومة ملوش حل. تمام، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده اهو، وهننزل عليهم بعصير نص ليمونة، عصير نص ليمونة. تمام، وهنقلبهم كويس اهو. وطبعا الكريم ده هيبقى معاكي، هيقعد معاكي فترة، مش هتحطيه تحطيه في التلاجة عندك، بس اهم حاجة في علبة ومقفولة. تمام، قلبناهم مع بعض بالشكل ده، بصوا الكريم بقى جاهز. بصوا كريم ملهوش حل، كريم خرافي للتفتيح، هتستخدميه لوجهك لجسمك للمناطق الحساسة، هيفتح وهيرطب وهيشيل اي بقع واي اسمرار موجود عندك، وكمان ريحته تحفة، يعني لو دهنتيه تحت الابطين هيفتح وهيشيل الاسمرار تماما. اهم حاجة، وهيشيل رائحة العرق. اهم حاجة ان الكريم ده يا بنات ليلي ليلي، يعني هنستخدمه بالليل، ما ينفعش ان احنا نستخدمه بالنهار لانه في فازلين، والفازلين بيتفاعل مع الضوء وبيتفاعل مع الشمس. ده هنستخدمه ازاي؟ ده هندهن منه، هناخد منه وهندهن منه الاماكن الحساسة وجسمك، اي مكان بعد الشاور بتاعنا بالليل، خدنا الشاور هنبدأ ناخد منه بالشكل ده كده اهو، وهنبدأ ندهن منه كويس قوي، وهنسيبه من بالليل للصبح. الصبح هنغسل وجهنا كويس جدا بغسول الوجه عادي، وهنبدأ ان احنا نستخدمه يوميا بالليل. لاحظي فرق في التفتيح، لاحظي فرق في النعومة، لاحظي فرق في التبييض وفي الرائحة الجميلة. الرائحة الكريهة في المناطق الحساسة هتختفي، السواد هيختفي، الخشونة هتختفي، اي حاجة فيها اسمرار او سواد هتتشال تماما، وهتفتح بطريقه سريعه جدا، بيبيض يا بنات بشكل سريع جدا. تمام، يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ان شاء الله تستفادوا منها. ما تنسونيش اللايك، والسلام عليكم.